اللي تشتغل عندنا بالموانئ. انا باوعت الوالدي اشوف والدي راضي، والدي يعني مثل ايد. قلت له والله عمي بكيفك. قال لي بس شرط تعرف تصلي انت؟ قلت له طبعا اعرف اصلي. قال لي صلي قدامي. يعني مسهر الشاوي الله يرحمه، الباشا كان يسموه. فصليت. قال لي انت من باشر متعين بالموانئ، تجي الصبح تلقى الامر مالك دائره اسمها تحسين الملاحه. جيت والله شفت تحسين الملاحه يقودها شخص روسي ويا 40 بنيه، بس انا الوحيد الولد. انا عايش بالارياف، شفتها صعبه انا اشتغل ويا بنات، يعني ما مر علي هيك حاله 40 بنيه وبس انا ولد، وهاي تضحك وياي وهاي تسولف وياي وهذا ما ادري شنو. فما عرفت لها الشغله هذه، يمكن هسه ناس تفرح لها هاي. ف لربما الخجل ايضا، هو الشعور يعني بالخجل يعني حتى مي ما اروح اشرب لين بهاي المنطقه ما اروح. فبقيت شهر، رد والدي اجى ورا شهر، قلت له انا ما راح ابقى بالموانئ. قال لي ليش ابني؟ هذا عمك ومداريك وكذا وكذا. قلت له هيك الشغله وهاي كلها بنات وياي، وانا ما اشوف نفسي ما اقدر يعني انا خجلي يعني. قال لي وكلهم اكثرهم يحشون. بس لما صرت بعدين مدير عام مصرف الرافدين ووكيل وزاره البنات والزلم كلهم يحيطون فيك. فقاعد اتمشى على كورنيش مع البصره، شفت سياره طبقت علي بها شخص من اقاربنا اسدي، هو الله يرحمه اسمه حمزه الاسدي. قال لي ابني وين والدك؟ قلت له والله عمو رجع. وانا قال لي انت وين هسه؟ قلت له بالموانئ اشتغل. قال لي شو تسوي بهالموانئ؟ دبطل من الموانئ تعال اشتغل عندي. هو طلع مدير البنك اللبناني المتحد، وبالانجليزي اسمه فيدرال بنك اوف لبنان. فانا شفتها حلوه اترك هاي المشكله واجي. فقلت لعمو، قال لي ما عليك انا خابر مسهر الشاوي وخلي يقبل استقالتك وخلاص، باشر تجي تداوم عندي. جيت داومت انا عمري تقريبا 18 سنه وشهرين شيء. والله شو عجبني عمل المصرف، صرت يعني من ما ادري المتميزين بالمصرف. كلها صيح ضياء، اللي عنده فروقات يقول ضياء، اللي عنده كذا تعال ضياء. بدأت تنمو عندك الخبرة بشكل. بال64 تأممت المصارف الأهلية. قرار رقم 100 لسنة 64 في 14 في زمن عبد السلام عارف. نعم. أمموا المصارف كلها، فصارت مجموعة بنك بغداد ومجموعة الرافدين، بعدين اندمجت صارت الرافدين. فنقلت أنا إلى الرافدين وبديت طورت نفسي وأحب الشغل. أجت لجنة من بغداد يقيمون الموظفين، قالوا لي أنت هذا مو مكانك، أنا كنت بالحساب الجاري أشتغل. وبالأول بالمصرف ما تشتغل شغلة واحدة، أنت تتعلم لازم كل شغل البنك حتى الطابعة. أنا يعني تقريبا تتنقل تفترع الاقسام كلها، كل 6 أشهر انت بقسم. ما يخلوك بقسم الى حتى تكون عندك الخبره. تجي لجنه من بغداد تقيمك، بعدين قيمتني اللجنه انا اكون رئيس شعبه الاعتمادات، اصعب شعبه.